الجمعية ديالنا، هذه هي الهيكلة داخل السيد الأمين مشكورا، هذه الهيكلة الحالية ديالنا، عندنا الهيكلة الإدارية للمركز، رئيس الجمعية والمديرة ديال المركز، وتوزيع المسؤوليات في جميع سميتو بها في التعليم الأولي، يعني هنايا كاين السيد الأمين التربية، التربية أنا تاع الشباب التعليم الأولي، وفي كذلك دروس الدعم الحكومية، والتكوين في ورشة الفصال والخياطة وورشة الحلويات. المساعدة الاجتماعية، هاد الورشات كلهم كاينين في المركز، وهذه الأنشطة كلها بإيجاز كتلخص لنا سنوات من هذه صورة المهرجان في 2050 وهي مشاركة